أكثر من 600 قتيل ومخطوف و25 ألف جريح حصيلة عام على انطلاق حركة احتجاجات تشرين التي أطاحت بحكومة عبد المهدي وأحدثت زلزالاً سياسياً واجتماعياً في العراق كما يصفها الكثيرون. أهم منجز يعتبر إسقاط حكومة عبد المهدي التي تسببت في خراب ودمار العراق والمجيء بحكومة جديدة من رحم معاناة الشعب العراقي. يؤكد قادة حركة الاحتجاجات أن قسماً كبيراً من مطالبهم لم يتحقق بعد، وعليه أعلنوا 25 من الشهر الجاري مهلة أخيرة أمام القوى السياسية لتنفيذ مطالبهم. اليوم أكو إحياء للثورة، إحياء ذكرى الثورة، بس هي الثورة موجودة، يعني أنا أتوقع حتى راح تتصاعد بعد الأيام الجاية، وإحنا نطيناكم فرصة عام كامل، هسه شنو؟ فاليوم ثوار تشرين يأكدون على شغلة واحدة، ألا وهي مطالبهم تحولت إلى شروط. المطلب ممكن أتفاوض وياك، أما الشرط لا. إحنا عندنا دم بساحة التحرير. قبل ذيك الحكومة إحنا نطلع نظاهر بهذا العلم ويقتلونا بقناصاتهم. أريد يجيبهم الكاظم ويحطهم بساحة التحرير. يقولوا لا قتلوا أبنائكم. يطالب المتظاهرون حكومة الكاظمي باعتقال المتورطين بقتل المتظاهرين ومحاكمتهم لإنصاف الضحايا بعد مرور عام على انطلاق حركة الاحتجاجات. مع مماطلة القوى السياسية في تمرير قانون الانتخابات وعرقلتها للإصلاحات الحكومية، يبدو أن حركة الاحتجاجات سوف تتصاعد مجدداً في العراق. من بغداد منتظر رشيد، الحدث.